السلام عليكم المتتبعين الاعزاء والمتتبعات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، والصحه ديالكم حتى هي تكون مزيانه ان شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم مازيغنينو في مازيغين ايريفيين تيريفيين ماني مهجم، نتمنى ان شاء الله يا ربي اتيريم بخير وعلى خير، وصحتهم اتيريم مليح ان شاء الله يا رب العالمين. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تصوموا في صحه وسلامه يا رب العالمين. كنشكر كاع اللي كيسول فيا وكيقول لي فين غبتي علينا، انا ما غبتش، مع الوقت مع التليفون كان شويه عيان، كان فيه واحد المشكل عليها ما صورتش معكم هاد الثلاث ايام، ولكن هذا النهار كما كتشوفوا راني مع الدخله قلت لاختي الاكرام وجدي لي دغيا التليفون ديالي، شعلي ليا الكاميرا نصور مع المتتبعين ديالي. كنت الاخوان والاخوات ديالي كنت على برا، خرجت يلاه راني عاد طالعه داخله للدار، كنت مشيت لواحد الاداره، مشيت لواحد الاداره في الفيلاج، ومن قوه ما داكشي اللي شفت قلت والله حتى نصوره نشاركه مع المتتبعين ديالي الاعزاء. كنشوف المراه ولا الراجل اللي داز عنده في الميكا الفلفله، وقلت واقيلا شي سنه جديده خرجت انه من سنن رمضان انه يكون عندنا الفلفله الحمراء في الدار، خاصنا ضروري تكون الفلفله الحمراء. سولت اختي اكرام قلت لها حنا واش عندنا شي فلفله ولا لا، قالت لي لا ما عندناش. وقلت لها مال هذا الناس، راه يمكن الصيام ديالنا ما جاي ما دايش منين ما عندناش الفلفله، ايوا واش هذا الشيء معقول ولا شي ماشي معقول؟ اخواني واخواتي الله يرحم ليكم الوالدين، واش الفلفله طلعت ولا 30 درهم واللي غادي جاي يشري الفلفله؟ راه حنايا حنا هما السبب المباشر في ارتفاع الاسعار، راه حنا اللي كنجيبوا الغلا لراسنا وحنا اللي كنرفعوا الاسعار علينا. واش الا ما شريناش الفلفله الحمراء في رمضان صافي ما دايز ليناش الصيام؟ ولا واش هاد البنه اللي كدير الفلفله؟ عباد الله راه ما كانش عندك البنه في اليدين، راه ما كتكونش، واخا ديري الفلفله ولا ديري اي حاجه، الانسان خاصو هاد رمضان ما يتبعش الشهيوات، هادي بالفلفله هادي بهذا هادي بهذا، لدرجه انه الفلفله قبل رمضان شحال كانت كدير؟ ما كتجاوش 10 ديال الدراهم، كانت كدير 8 ديال الدراهم ولا 10 ديال الدراهم، دابا ولات 30 درهم 35 درهم، واللي شويه متقي الله عنده نص خاسر داير لها 20 درهم، وفين غاديين؟ لانه علاش كيديروا هكا التجار؟ هادو اللي كيديروا كيبيعوا بالجمله كيشوفوا الاقبال عليها. واش الانسان دخلنا عليكم بالله خدام 50 درهم للنهار ولا نقولوا كاع 100 درهم للنهار وغادي يشري الفلفله ب 30 درهم؟ وشنو غادي باش غادي يعيش؟ باش غادي يخلص الكرا؟ باش غادي يخلص الماء؟ باش غادي يخلص الضوء؟ باش علاش كنديروا الضغوطات على راسنا في رمضان؟ واش رمضان غول؟ راه رمضان شهر التوبه، شهر الغفران، شهر الرحمه، شهر التسامح، شهر الموده، يعني العمل الصالح، تقرب الى الله، شهر القران اللي هو شهر عظيم، شهر القران ماشي شهر ديال الفلفله. ولا عاود شفت واحد الظاهره الباقيت، قلت لاختي هادو يمكن جوج سنان خرجوا حنايا ما فراسنا ما نعاودو، حنا في دار غفلون، الباقيت والفلفله الحمراء، الباقيت اللي كتعرفتي الفران والله الا حشمت نصورهم، حشمت نصور ومازال دابا عاد يالله جوج ونص الناس دايرين هكا على الفران باش ياخذوا الباقيت، وكل واحد كيخرج مدرع لواحد الكميه هائله ديال الباقيت، في الصباح كتلقاها حدا الباب كيرميوها، وهادو يعني الناس البسطاء اللي يعني الدخل ديالهم محدود كيديروا هاد الشيء. فين غاديين؟ فين غاديين اخوتي اخواتاتي؟ فين غاديين؟ علاش ما نشريش الطحين العجن؟ علاش ما نديرش الخبز؟ حنا عارفين داك الشيء، شتو دابا هاد الشيء اللي كان، شتو هاد المأكولات الفاسده اللي شدوتهم السلطه، يعني هاد الشيء كله مازال الانسان يعني كاين، ما كنعممش، ولكن كاين اللي كيدير المصداقيه في الحوايج ديالو اللي كيبيع ولا اللي كيصنع، كاين اللي كيدير الحوايج المغشوشين. واش شفتوا في الكميه ديال العسل المدوده
العسل المصطنعة المدودة اللي كيصنعوا بها الشباكية، كور وعطي العور. معليش المهم مادام كاين الإقبال أنا ماشي شغلي ندير بالطحين خاسر، ندير بالزيت خاسرة. الزيت أصلا راه اللي كيدير الشباكية ماشي بكل شيء، كتبقى عندهم تما راه كيكون عام من رمضان اللي فات، مع دابا سرعة الأيام راه ما كنحسوش بالنهار، راه من رمضان اللي فات فيها سراق الزيت، فيها المهم كل شيء طايح فيها. ما بغيتش يعني نخسر لكم الخاطر، ولكن كل شيء اي حاجه تصوروها راه طايح فيها من العام اللي فات، وهو كيطيب فيها الشباكيه. وصل رمضان راه مازال كيطيب فيها الشباكيه، وكنمشيو حنايا كناكلو يا المذاق اللي فيها، العسل مدود خاسر كل شيء. مهم راه كل شيء شتو، ماشي كل شيء ولكن الاغلبيه، الاغلبيه واحد 10% اللي كدير المصداقيه وكتخدم الحلال ديالها، اما الاغلبيه كيبغيو السعر الربح الوافد غيا سريع، وما كيفكروش في يعني في الحاجه انه غادي ياكلوها الناس غادي يتضرروا بها ولا ماشي شغلهم. المهم هاد الظاهره اللي ولينا كنشوفوها خطيره خطيره خطيره، حنايا تابعين غير الكرش ديالنا، حنايا تابعين غير الكرش ديالنا، وكاين اللي كي غادي يمشي يتسلف وكاين اللي غادي يمشي يتكلف باش يبقى يجيب يدير الشهيوات في رمضان. راه داكشي اللي كنا كنعيشو به قبل رمضان غادي نعيشو به دابا، راه كاينه البركه الحمد لله، كاينه البركه والقناعه، فين القناعه؟ خاصنا نقنعو وتكون عندنا البركه، الا ما قنعناش راه ما عمر تكون عندنا البركه. القناعه ونجيبو داكشي اللي خاصنا. علاش هاد النهار نجيب انا 20 باكيط غدا ناكل منهم اللي ناكل غدا خاصني نرميهم؟ هو راه لا يعقل. وشت دابا هنايا الامهات والله العظيم كيصيفطوا دابا التلامذ وليداتهم اللي كيقراو راهم عطله، كيصيفطوهم من النبوري وجدوا على الباكيت، ماشي كيعلموهم يصوموا ولا كيعلموهم يصليو ولا يديروا شي حاجه، لا كيعلموهم يمشيو ويجيبوا الباكيت. طبعا منين كنقول شي كلام راه ما كنعممش، راه واحد الفئه كتعلمه يجيب غير الباكيت، ولا ما جابش الباكيت ولا الا دزتي من حدا الفران ملي كنا جايين الناس اللي كيستناو الطوابير. عرفتي عرفتوا ولا؟ والله الا شفتوا داك المنظر راه لا اله الا الله، تقولوا المجاعه جايه. وحنا الحمد لله الله كريم ولله الحمد، الله كريم علينا الحمد لله. شتو راه ما كطيح عندنا لا شتا لا والو، ولكن الحمد لله الخيرات كلها في السوق، الحمد لله والشكر لله. ولكن حنا ما خصناش يكون فينا داك الشجاع، نشريو بالقانون. ياك كنتسوقوا كل نهار كل سيمانه، بحال هنايا عندنا هنايا في تلوان كيكون السبت كيكون السوق، كل سبت كنتسوقوا ابار، يعني اي الواحد في خلال الاسبوع كيجيب الحاجه اللي خاصه. ايوا هكاك، علاش رمضان نصرف داك الشيء اكثر من الايام العاديه؟ واش اصلا رمضان الوقت ديالو قصير؟ ما كتكونش عندنا ديك الاخر ديال الماكله قبل بحال الايام، يعني النهار اللي ما كيكونش الصيام كيكون نهار كامل، راه نهار كامل يمكن تاكل اربعه ديال الوجبات. ولكن دابا رمضان راه ما كنتعداوش جوج ديال الوجبات، والحمد لله كتكون البركه، وكناكلو التمر، التمر اللي غذاء متكامل، سبحان الله راه التمر غذاء متكامل، سبحان الله كيعطينا واحد الطاقه للجسم ديالنا كافي جدا. علاش فينا داك اللهف؟ علاش كنلهفو حنايا غير على الماكله؟ ودابا الفلفل بغيتو تردوه ما عرفت شنو رديتوه الفلفل. المهم منين كتسول من قوه الفضول اللي شت الناس كلهم هازين الميكات فيهم الفلفله، قلت حتى انا نسول. منين قال لي 30 درهم صدمني، 30 درهم وانا كنت يلاه عاد قبل رمضان كنشوفو ب 8 دراهم 10 ديال الدراهم، فين غاديين؟ الا خدينا شنو غادي يدير لي هاد الفلفله؟ واش غادي تزيد لي في العمر؟ عباد الله الا كنت غادي تزيد لي في العمر يمكن نزعم نشري شي كيلو ولا لا. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. خصنا نبعدو على هاد العادات السيئه، والله العظيم راه حنايا فينا عادات سيئه جدا جدا جدا، فينا واحد العادات سيئه تابعين غير كروشنا، تابعين حنا الكرش راه منين غادي تشبع غادي صافي تقول لك ما ناكل والو، النهار اللي غادي تجوع تقول لك ما وكلتيني والو. خاصنا يعني هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك كلنا، يعني هذا الشهر المبارك الفضيل كلنا كما كنقول بغيت نقول بدون استثناء كيعجبنا نديرو هذه، ولكن بالاعتدال كما الايام الاخرى،
كيما الايام الاخرى. هذا الشهر الفضيل نستغلوه للعباده، يعني القناعه، تكون عندنا القناعه والله سبحانه وتعالى كيبارك لنا في الرزق ديالنا. والله العظيم الا ما كانتش البركه ديال الله سبحانه وتعالى غيفض علينا البحر ما غاديش يقدنا. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا الله يعفو علينا. منين كنقول شي كلمه راه ما كنعممش، راه كاينين النساء اللي ما شاء الله عليهم والرجال اللي ما شاء الله عليهم، يعني عارفين يعني داك الشيء ما كيديروش التبذير، راه خاصنا ما نبدروش، لانه حنايا واش الشهر فضيل كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار ونمشيو نبذروا، راه التبذير يعني نديروا الاثم على راسنا. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هنايا غادي نوصل معكم النهايه ديال الفيديو، غادي نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.